السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنه تانية يا حبايبي، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتونا كتير جدا جدا، يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده وسلامه. ويلا بينا يا حبايب قلبي مع درس جديد. يلا يلا يا اصحابي، احنا عندنا شويه كلمات حلوين قوي. نيو يعني جديد، نيو يعني جديد، وانت يعني يريد، وانت يعني يريد. تاني، نيو يعني جديد، نيو يعني جديد، وانت يعني يريد، وانت يعني يريد. تاني، نيو يعني جديد، نيو يعني جديد، وانت يعني يريد، وانت يعني يريد. هلب يعني يساعد، وان ده واحد، هلب يعني يساعد، وان تبقى واحد، هلب يعني يساعد، وان تبقى واحد. يلعب يعني play، يقول يعني say، يلعب يعني play ويقول يعني say، يلعب يعني play يقول يعني say. neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان، neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان. تاني، neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان، neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان. come يعني يأتي، والحاجة دي حاجتي، come يعني يأتي، والحاجة دي حاجتي. تاني، come يعني يأتي، والحاجة دي حاجتي. شاطرين شاطرين شاطرين، بجد شاطرين، مبسوطة منكم 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 جدا، بس زعلانة برضو علشان انتوا مش بتعملوا لايك. يلا لايك يا سنة تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنه تانية يا حبايبي، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتونا كتير جدا جدا، يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده وسلامه. ويلا بينا يا حبايب قلبي مع درس جديد. يلا يلا يا اصحابي، احنا عندنا شويه كلمات حلوين قوي. نيو يعني جديد، نيو يعني جديد، وانت يعني يريد، وانت يعني يريد. تاني، نيو يعني جديد، نيو يعني جديد، وانت يعني يريد، وانت يعني يريد. تاني، نيو يعني جديد، نيو يعني جديد، وانت يعني يريد، وانت يعني يريد. هلب يعني يساعد، وان ده واحد، هلب يعني يساعد، وان تبقى واحد، هلب يعني يساعد، وان تبقى واحد. يلعب يعني play، يقول يعني say، يلعب يعني play ويقول يعني say، يلعب يعني play يقول يعني say. neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان، neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان. تاني، neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان، neighbors يعني جيران، sad هنا زعلان. come يعني يأتي، والحاجة دي حاجتي، come يعني يأتي، والحاجة دي حاجتي. تاني، come يعني يأتي، والحاجة دي حاجتي. شاطرين شاطرين شاطرين، بجد شاطرين، مبسوطة منكم 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 جدا، بس زعلانة برضو علشان انتوا مش بتعملوا لايك. يلا لايك يا سنة تانية. يلا يا حبايبي، علشان هنحل سوري هنقرا الدرس بتاع lesson 3. ويلا بسرعه يا سنه تانية، هنتكلم على ستوري حلوه قوي 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 مع بعض. نمبر 1، طبعا هتفتح الكتاب بتاعك، سواء كتاب المدرسه او الكتاب الخارجي اللي معاك. نمبر 1، هاني اند هانا have new neighbors. هاني وهنا عندهم جيران جداد، تمام. نمبر 1 هنا، good morning I'm Rana. طبعا رنا دي على طول لوك 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 لوك، اول حاجه لازم تتعرف بقى على الناس وكده، الناس الجداد بقى الجيران الجداد وكده. good morning I'm Rana، صباح الخير انا رنا. I'm Rami. These are my parents، يعني دول بابايا ومامتي. This is my sister، ودي أختي.
فالبنوتة بقى الجيران بقى الجداد وكده قالوا ايه البنوتة دي، قالت ايه اللي هي اللي شعرها دي اللي لابسة جلاسز كده لابسة نظارة، I am هنا، انا هنا، This is my brother هاني، وده اخويا هاني. تمام. نمبر 2 دي كده خلاص كله اتعرف على بعضه. تعالوا نشوف اللي بعد كده. هاني and هنا went to play with رامي and رانا. يعني هاني وهنا عايزين يلعبوا مع رامي ورانا. تعالوا كده لما نشوف لما يتقابلوا مع بعض ايه اللي هيحصل. Come and play this afternoon. تعالوا نلعب مع بعض على الظهر كده. تمام. فرد عليه رامي وقال له I can't، انا مش هقدر، I have to help my parents، انا لازم اساعد بابايا ومامتي. ايه ده يعني مش هيروح يلعب؟ لا مش هيروح يلعب، هيروح يساعد بابا ومامته. تمام. قال له خلاص we can help، احنا كمان نقدر نساعد يا عم، هنيجي بقى ونساعد بقى باباك ومامتك معانا وكده، ونساعد كلنا مع بعض عشان نلعب برضه سوا بعد كده. يلا يا اصحابي. نمبر 3 هاني helps رامي، هاني ساعد رامي. تمام. فقال ايه finished، خلصت. Thank you. Let's play. شكرا شكرا، يلا عشان نلعب. تمام. جم بقى بعد كده العيلتين قابلوا بعض وبقوا كلهم اصحاب بقى في بعض وكده. The families are now friends. يعني الأصدقاء العيلتين بقى بقوا كلهم اصحاب. Good evening. فالحاج ده قال ايه بقى؟ And these are my new friends, هاني and هانا. يعني دول اصحابي الجداد هاني وهانا. These are my new friends, رامي and جانا. ودول برضه اصحابي الجداد يا مامتي، رامي ورانا. وتوتا توتا، خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة، عليك غنوة. خلصنا الدرس وقريناه وفهمنا الكلمات وكمان عرفنا المعاني بتاعتها. ويلا بقى يا سنة تانية احنا عايزين بقى نبتدي نحل. يلا نحل مع بعض. طبعا احنا عارفين دول 3 كلمات، وبيقول ان هنا كمل لي الجملتين دول، يعني احنا هنختار كلمتين بس منهم. يلا بقى. Come and ايه هنا this afternoon، لما جه بيقول له تعالى نلعب يبقى come and، برافو عليك حبيبي، play. Come and play this afternoon. تعالى العب، نلعب على الدور كده. قال له I can't. I ايه هنا to help my parents. قال له أنا لازم أساعد بابايا ومامتي، لازم يعني ايه؟ يعني have. تمام. I have to help my parents. تمام يا أصحابي. يلا نشوف السؤال اللي بعد، سهل أوي. ها احنا سائلين دلوقتي اهو، ده اختيارات طبعا، ده اللي سائلين دلوقتي. I have ايه هنا do my homework. I have to، انا لازم. I have to، مش تو يعني 2، have to احنا قلناها يعني لازم. Let's ايه هنا my mother. طيب احنا قايلين كلمة let's لازم يجي بعديها الفرق من غير حاجة. هاني ايه هنا to play with his friends. هاني wants، يعني كان عاوز بقى، عاوز يلعب مع اصحابه. they have، برافو عليك يا حبيبي. مين اللي بيقول has؟ هي they بتاخد has برضو. come and play، come sorry انا لسه قايله دلوقتي ايه، قايله كلمه let's بيجي بعديها الفيرب من غير اي حاجه يا سنه تانية. لو لقيت كلمه let's اهي، let's ركز معايا كده، بجيب وراها الفيرب او اي كلمه من غير اي حاجه. I sorry I اهي can't، I have to help my father، I have to help، لازم اساعد بابايا. Number 8 I ايه هنا a new neighbor. I have a new neighbor. برافو عليكم يا أصدقائي يا أصدقائي يا أصدقائي، أنا بحبكم جدا. تمام.
يلا يا شاطرين، يلا حفظت الكلمات بسرعة بسرعة بسرعة. مين الشاطر اللي حافظ الكلمات؟ ما انت بتحلش معايا غير لما اكون حافظ الكلمات، تمام؟ يلا بسرعة. يلا، أول حاجة عندي ده بابا وماما، دي بو ايه؟ برافو عليك. parents، parents دي أختي، تبقى ايه؟ برافو. sister دي ايه بقى؟ العيلة بتاعتي تبقى family. يلا بسرعة يا أصحابي، أنا لسه دلوقتي مس حنين قايلة لما بيكون عندي كلمة let's بيجي وراها verb من غير حاجة، هتبقى let's إيه؟ play. برافو عليكي يا حبيبي اللي قلت let's play، يلا نلعب. طب لو play ديت آخرها S مش هتنفع طبعا. يلا، مين دول؟ These are my parents ولا my grandparents؟ شاطرين. These are my parents، دي بابا وماما. تمام يا أصحابي؟ لغاية كده فاهمين؟ يلا بسرعة. يلا يا أصحابي، هنبص على الصورة وهنكتب جملة. ممكن أقول let's play، ممكن صح؟ يلا نلعب، ما احنا بنلعب اهو. ممكن نقول these are my friends، دول أصحابي، تمام؟ these are my friends. تمام، دول اصحابي، احنا بنعرفهم بقى على تيتا جدتنا، تبقى ايه؟ this، عشان دي طبعا واحدة بس. this is my grand ma، وشكرا. تمام، تعالوا كده نقرا الكلمة دي ونشوف انهي فيهم الصورة بتاعتها. اول كلمة عندي يا سنة تانية كلمة thank you، فين thank you هنا؟ thank you، برافو. تمام، number two let's play، يلا نلعب. اتنين بيتكلموا مع بعض بيقولوا يلا نلعب، اكيد اللي مش على السرير ده هو اللي هيلعب يعني. الاتنين دول هما اللي بيقولوا let's play، يلا نلعب. I have to help رامي، أنا لازم أساعد رامي. ده بيساعد رامي، تمام يا سنة تانية، برافو عليك. تعالوا كده لما نشوف اللي هي الحروف الناقصة دي. يلا يا أصحابي، الكلمة دي كلمة إيه؟ برافو عليك. brother ناقصة ايه؟ ب I'm sorry br brother. تمام، الكلمة دي ركز معايا، احنا قايلين E-I-G-H تبقى اي، تمام؟ يبقى هنا ناقص لنا الاي، هو كاتب الاي والجي وناقص لنا برضو الاتش. ني بر، في حرف البي برضو ناقص. نيبر، نيبرز، يعني هنا اتش وبي. اتفقنا كده سنة تانية؟ طيب دي بقى كلمة فريندز. برافو عليك، حرف ال R يتكتب عليه ليه كده؟ friends،
برافو فريندز. بلاي هي دي الناس. بلاي بلاي. تعالوا نشوف اللي بعد كده يا ساتر. تعالوا كده بقى هنشوف صح وغلط وكده. اتفقنا كده؟ يلا هنشوف يس ولا نو. ماشي يلا يا اصحاب، يلا يا اصحابي. My father is a teacher. Yes or no؟ الصورة دي بتقول كده ولا لا؟ Yes or no؟ Yes، هي مكتوبة كده. This is my brother. هي دي brother؟ شاطرين يا شباب. No. We are playing. Play. Don't play. No. شاطرين على فكرة. نيجي للي بعد كده. I want to. تعمل ايه البنت دي؟ Play. تلعب. They are. دول ايه؟ Mothers ولا neighbors؟ يعني جيران ولا ماما ولا مهمهات؟ يعني ماما جيران نيبرز. تمام يلا لغاية كده الحمد لله انتوا فاهمين. نشوف اللي بعد كده نوصل. ها let's play with. let's play with نلعب مع مين؟ friends. with friends اللي بعد كده. I have to. احنا قايلين ان have to يعني ايه؟ لازم. I have to. أنا لازم أعمل إيه؟ تمام. Help my parents. تمام كده يا سنة تانية؟ اللي بعد كده الخط ده اللي احنا المفروض بتكتبه وبتنقله وخلاص. وكده نكون احنا خلصنا الرسم بتاعنا، وأشوفكم على خير في حصة جديدة إن شاء الله. وباي باي. هتوحشوني. وفين البوسة بتاعتي؟ البوسة بتاعتي فين؟ باي باي.